بعد ما لحقت اتهنى معك. إلي شهور ناطرة هاللحظة اللي خبرك فيها إني حبلي وشوف ردة فعلك. حط حالك محلي، تركتني لحالي كرمال تكون مع رفيقك. تأكدي لو كنت أنا محلك ما كنت كبيت الأكل بالزبالة. أنا مستعدة أعيش معك على الخبزة والزيتونة، أنا مني هيك ماجد، بس ما بعرف شو صاير معي. أنا ما بقدر ميزكم من بعضكم، بحسكم كلكم نفس الشكل. جاب لي خدمتين مع إنه وحدة أثيوبية وحدة سريلانكية، بس ما قدرت ميزهم من بعضهم. ما تكوني خايفة تكركبيلنا المطبخ وتزيديلنا الجلي وصير بدي خليكي تجلي. لا أبداً، عنا خادمة. طيب عزوقي قهوة سودة تفهم مثل ما بدها. آخر هم قلبي، أنا ما قلت عنا صانعة، أنا بس عم ريحها لحتى ما تحمل تقلي إني ما رح وقف على المجلة تجلي. إذا حضرتها انتعجت من هالمزحة لأن سودة، مشكلتها مش مشكلتي. لك وطي صوتك ما لك اخرس، ما تقلي وطي صوتك ولي. أنا حرة أحكي ببيتي مثل ما بدي. بعد ناقص انزل اعتذر منها، فشلت انت وياها. اسكتي لك لك على اخرة. قال أنا بدي قيس كلامي ببيتي كرمال وحدة. اسكتي بهدلتينا الله يبعد لك. خلص اسكتي. بس لحظة، خليني عيط لعادل يجي وصلك. ما تعيط لحدا. يا عمي انت بدك تتجوزيني لالي ولا بدك تتجوزي عائلتي كلها؟ ما عندي صحبات واجرين اختي، ومني حلوة مثلها لا اتوظف لا بمجال الاعلام ولا بغير مجال. رح فل وخليلكن هالبيت، وفر عليكن اكل ومصروف. مستحية من اهلك. حاج تستحي بقى، انبسطوا فيكي قد الدنيا. وين راحي بري مع شغل؟ مين خبره انا رح خليه يشتغل؟ اصلا مين اللي قالكن انا بدي ارجع له لهالكلمة؟ أنا فيني أشتغل، أنا بدي أشتغل. أبو شربين افتح الباب. شو حلو هالمطعم؟ نسيت إنه الأخ ما كان ياخذ كل عصنكات الفلافل بالبلد. ولي شو عم تعملي هون؟ أنت اللي شو عم تعملي هون؟ أهلك كيفهم؟ شربل كيفه؟ منيح كلنا منيح، أنت أهلك كيف؟ أهلا منيح، بس شربل ما بتعرف مفروض. بدك حدا يفهم عليك، بدك حدا يقلك تعال،
حتى الدمع عليك إلها صدى وبتسمع بدك حدا يفهم عليك بدك حدا بتنزرع بصير من جوا الوجع ساكن معك عيب رجي طلبنا أكل أنا ما فهمت شو سعيد عمالي ما عرف ما بدي أحكي بالموضوع أنه كان مفروض أوقف بنص المطعم وإلا والله أنا وشربل تركنا وخبرها قصة حياتي حد حالك مطرحي ما قلنا شي تركينه أنا صرت مع حدا تاني ما بتعرف الناس ولسانات الناس؟ بعدين عن جد عن جد قلش يعني ما بعرف كيف مفروض أعرف عنك انت شو بالنسبة لقلي صديق او شو كيف شو ما ضروري تعرفي عني ولا حتى انشاف معك مش كرمالي كرمالك حسن ما يقولوا مركبتي القرون شو قلت؟ لما الناس يسألوك شرب الكيفو وتجاوبينه منيح وانت عم تنشافي معي أنا وين ما كان شو يعني؟ ها؟ فكري فيها إذا هالقد بهمك لسانات الناس وحكي الناس اسمعيني منيح في بالغرفة مراية روح وقفي قبالها وطلعي بشكل منيح ورجعي خبريني هدي بدك حتى تصيري بربع جمال وليالك هالعبد حبيبي بليز خليني أعمل لك ساندويش بعدك بلا أكل لا ماني جوعان وحياتك فوتي نايمة أنت وأنا رح أمشي أوكي ماني نعساني ماني نعساني عيوني غمضوا أنت بكرمالي بترجع بتنام الليلة بالبيت عمول معروف كرمالي ما بدي بعد اللي صار اليوم يفكروا أهلك أنه أنا قلت لك تترك البيت يقولوا شو ما بدهم ما بيهمني بس أنا بيهمني عبالك كرمي يرجع على البيت ما كأنه صار شي ما بقى تقولي ما كأنه صار شي صار كتير مستحيل تقطع ما رح أقطع عم بتخوفني لما تحكي هيك عادل انسي اللي صار اليوم وفكر ببعدين إذا أنا علاقتي بأهلك رح تبلش هيك وقبل ما نتجوز رح يكرهوني مش مهم المهم أنا أنا بحبي يلا خلاص فوتي نامي وأنا راح أمشي لوين؟ وين رح تنام إذا معند ما ترجع على البيت؟
دبر حالك. شو يعني بتدبر حالك؟ بتنام بالسيارة على الطريق؟ لا لا، هلا بحكي خي روجيه بركي بروح بنام عنده، وكل شهرين بيتي بيخلص، بيتنا بيخلص وبتهون. يعني ناوي من هلا لشهرين تنام عند روجيه؟ ليه عم بتكبر الموضوع؟ إذا أنا ونسيته بحكيكي بس وصل. باي. طب جاوبني على سؤالي، شو رح تعمل إذا روجيه كان نايم عند أهلك؟ عم تحكي كتير؟ طوشتيني؟ بعرف، بس جاوبني على هيدا السؤال. رح دقله لروجيه، شوف وينه، اقصده، جيب مفتاح البيت منه، فوت على البيت، بنام، ارتحتي هلا؟ منيح؟ ايه اوكي. وهلا فوتي نامي، رايحي لي هالعيون اللي بحبها. وهني بحبك بس مش قد. شربت بشرفك. عم بقول له يقعد عنا هالكم يوم وينام هون. عم بقول له لا ما بده. عن جد؟ وهيك بتطلعوا على الصيد بتتسلوا. هيك انا وعدي امي انه انزل اقضي يومين عندها. بعدين بتقعدوا على راحتكم. ما تخيلوا كنوا احلى هالدرجه انتم كمان. انه الزلمه بعده شي واصل من السفر مشتاق لمرته، بقوم بيجي انا شو؟ بقعد عنده بالبيت وبشحط مرته. والله عيب عليك يا زلمه، والله عيب عليك. يا بني ادم بكره بنبلش شغل، ببطل في عنا وقت المشرعه. حبيبي انا. متفائل كتير نلاقي شغل بكير هيك. انا اكيد انكم رح تلاقوا وظايف، الخبره اللي اكتسبتوها هونيك منا هينه. لك اي خبره اي بلوط كليال. ليش في حدا بهالبلد بوظف على الخبره؟ اذا ما دقينا ابواب وشغلنا وسايط وبوسنا ايادي رح نضل قاعدين بالبيت انا وياه ما عم نعمل شيء. بس ما بقطعت النعم حبيبي، ما بقطعت النعم. كل اللي قدرت ضبر انا ما بيطلعوا مليون دولار. بشرفك ما تذكرني. منيح انت على القليل قدرت تضب شيء مش مثلي. انه اللي بيسمعك بقول شو كنت قادر تضب انت كمان يعني. بين عمليه بيك سنه الماضيه وعلاجه واستخيك بالمدرسه، وين بدك تضب حبيبي؟ حش تنقه تفائلوا، الله ما بيترك حدا. يلا انا رايحه. لوين؟ محضرك الهول ما رح تاكلي معنا؟ سبقتكم والله، صحتين. يسلم هالدقيقة. يلا قرب صحنك قرب. والله بتجنن. الله يوفقك بوحدة مثلها. ليك؟ عرفت شو صار؟ مش تفاصيل بس قلت لها انكم تركته. ايه اصلا ما عندي مشكلة تعرف وتفاصيل كمان. خلي كل العالم يعرف حقيقتها لهالحيوانة. جاوبني بإيه أو لا. بدك تدخل؟ تدخل بشو؟ صلح الأمور بينك وبين ميرا. أعرف منها ليه عملت هيك. طب أشوفك أنت هيك. تعرف ليه عملت هيك؟ لأنها بلا وفا، لأنها بتندار. عرفت ليه؟ إما بديرها مثل ما بدها. يا زلمة ضيعت لي عمري هيك على الفاضي. حلو، ما زالك عارف كل هول، ليه بعدك زعلان عليها؟ 60 عمرها ما ترجع. مش هيدا رئيس. بعدها هون كنت عطيها كل هون. هيدا كله إله. كان إله. فهمت عليك. قول. بعدك زعلان؟ قلت لك خلص ما صار شيء، انسى. بس فهمت أنا شو كان قصدي؟ لا معك حق، كان لازم إلا إنه أنا وياه تركنا وإنه الموضوع دغري، بس ما بتعرف الناس.
لكن انهي الموضوع معي انا. خلص عن جد ما صار شيء، انسى. سوري. تعرف؟ مش حابة ارجع على البيت. عبالي ابقى معك للصبح. إذا بدك فيكي نامي عند الليلة. تخيل. أكيد لا. عم بتخيل. لي فترة عم بتخيل وما بعرف قديش شيء ضاين أتخيل. بلا سؤال. افتحوا مجلة الدفاع المدني. يلا يا شباب، يلا يلا يلا، افتحوا مجلة الدفاع المدني حتى يعرف يشتغل. يلا يلا شباب، يلا كثير منيح سلامتك. يلا نحن بطريقنا. شو عم تقولي؟ علي صوتك شوي. شربل. مين شربل؟ علي صوتك كتير منيحة انت، ما بكي شي. يلا شربل. يلا رح نوصل على المستشفى وشربل ورانا. يا حبيبتي خطه مسكر، قلي من وقت ما فليت من عندك وعم دبله خطه مسكر. طب وبركي ما فتح خطه عادل، وين بتنام؟ شو رح تعمل؟ خلص حبيبي خلص، حاجة تلاني هون ماكسيموم. شوف لي شو عطيل بقضي ليلي فيه. نامي انت. قتال عادل عن جد عم تحكي؟ ليه عم تعمل هيك؟ خلص ارجع روح نام بالبيت. خلص نامي وحش تحكي. بليز إذا بدك ياني أكون مرتاحة خليني أنا نام على الفرشة. قومي قومي خلصين أحسن ما فل فلس طفلة. هيدا أمك عم تقلي ما تردي. حرام عليك، خد حكي معه. ما بدي، قلتلك ما تردي. ما فيي ما رد رولا، بي مثل ولاد الصغار، انه لانه انت مخانقه معها انا ما عم برد عليها. طيب استفلي بس انا نايمه لانه ما بدي احكيها. ايه طونت لور بونسوار. الو حبيبتي، اسالي لي يلي حدك، مع نمره روجيه صديق ميرا؟ ميرا ما عم ترد على تليفونها. ايه وظهرت من الساعه 7 ولهلا ما رجعت، بالي كثير مشغول عليها. صارت الساعة واحدة. هي نايمة هلأ، بوعيها وبسألها وبرجع بحكيك، بس انت ما ينشغل بالك طنط. طيب حبيبتي ما تنسيني، او ليك فتشي بتليفونها بركي بتلاقي الرقم واعطيني. يلا هلأ دقيقتين وبرجع بحكيك. طيب انا ناطرة. يلا باي. شغل بال علي؟ اختك ميرا ظهرت من البيت على الساعة 7 مع روجيه، وبعد لهلا ما رجعت وما عم ترد على خطها. عم تسأل إذا معك رقمه لروجيه. شغل بالها على أختي لأنه ظهرت من الساعة 7. أنا ضبيت شنطة وفليت من البيت
ما انشغل بالها؟ شو مجدوبة أنا؟ لما سمعتك عم تقولي لها ما ينشغل بالك عليها فكرت عتلاني همي أنا، عم تسأل عني أنا. إنه ليه بده ينشغل بال عليك؟ ما عرفتك إنك عندي. هلأ معك رقمه لهيدا روجيه؟ أكيد لا، كله شفته مرة واحدة وما طقته. طب من وين فيه يجيب له رقمه؟ شو بيعرفني؟ ما بعرف حدا أنا بيعرفه. بعدين قولي لها ما ينشغل بالها، بنتها ما بقى ترجع بكير على البيت، مغرومة بمصرياته للزلمة، بدها تستفيد من الوقت معه قد ما فيها. طيب اسكتي لقلها انه مو معك الرقم. عندها بنت وحدة، انا مش موجودة. اسكتي. عفوا، مين طالب انت بالاول؟ ساعة واحدة ونص بعد نص ليل. بايو عم يحكي؟ روجي؟ حادث السير؟ ابني صار له شيء؟ وين قالوا لك؟ طيب ما قال لي وين قالوا لك؟ على مستشفى. اوكي 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 باي. هدي اشربي وروقي انت، ما تشغلي لي بالي امي. شو بعمل؟ كيف بدي وعيها الا؟ بنطر لبكره؟ لا، شو تنطري لبكره؟ بدك توعيها بس برواق وصغري لي، قولي لها عامله حادث صغير وما صار لها شيء. يا الله كيف هيك يعني؟ امي امي وعيها لوعي انا خيك ياخدكم. ما فيك تسوقي انت وهيك. امي حرام تترك امها وحده، لازم تكون حدها. امي يا دلي يا دلي يا تعديري يا تقبري انت يا رب تكون معي يا رب تجدني ازيك يا رب يا رب اطلع لبر، ما في محكة بيني وبينك من هلأ لموت. ما بريد تتعاطى معي روجي. قبل حادث. شو قلت روجي؟ شو عمل حادث؟ كفي. طيب كفي حادث. شو دخيلك احكي يدلي لا. انا برايي بلا ما تروحي على المستشفى يقوموا يسمعوكي شي كلمه. كيف ما بدي اروح؟ اعطيني بوتي الله يخليكي، اعطيني سكربيني، حيالله شي، بس خليني اتسيطر وامشي. بس يا ليان اهله رح يكون
يكونوا بوضع مش قادرين يتقبلوا وجودك هونيك. اخر همي اهله، انا همي عادل وبس، انا لازم اكون حده هلا. طيب قعدي قعدي شوي لتروقي، مش شايفه حالك كيف؟ قعدي شوي. بس طولي بالك. خلص. ممنوع التدخين بالمستشفى. خيي الصغير، خيي الصغير، عم يوقف النزيف، كل ما يوقف النزيف بمطرح بلاقوه عم ينزف بمطرح تاني. لين إذا بصير لي شيء بموت، والله بموت. ما راح يصير لي شيء بإذن الله، بدك تكون قوي كرمال أمك وبيك. قوي؟ مني قوي، مني قوي. هيدا خيي الصغير مين صلي له؟ انت الله بحبك بيسمع منك، صلي له قولي له ما يموتوا الله يخليك. تعال ضهر لبره شوي تغير جو. ما بدي اظهر لمطرح، بدي ابقى هون حد ولحد ما يوعى. عنده 10 عمليات مش قادرين يدقوا فيه قبل ما يوقف النزيف. هو اهم شيء يوقف النزيف بيقطع الخطر. البنت اللي كانت معه واعي مروحه ايدها ومردرده شوي، هي واعي وخي مخطير. حرام منيح انها واعي بس ما بعرف مش عدل. هي فتح الايرباك عندها بالسياره، عند خي ما فتح، هي كانت حاطه السنتور رجلي ما كان حاطه. من اول ما بلش يسوق كنت اترجاه انه يحط السنتور، كان يتمسخر علي ما كان يرد علي. ما بقى تضع حالك بليز، ما بقى تعمل بحالك هيك، رح يقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. ما بدي شيء ثاني، ما بدي شيء من هالدنيا غير انه خيي ما يصرخ بشيء. مين البنت اللي كانت معه؟ ما بعرف ولا مره حكيني عنه. اسمها ميرا. طيب قالت لكم كيف صار الحادث؟ مش واعي، لا واعي بس مش واعي عشي. منهارها على الاخر. اعطوها ابره لحتى تروق. بكره عندها عمليه الصبح بس ما فهمت عمليه شو. هل عرفوا؟ ايه حنان شو؟ أنا لازم سلم على أهلك وأحكي معهم بالصراحة، ما بعرف كيف هتكون. لا ما في داعي تعملي شيء، مش ضروري مش ضروري. شربت
شو نسبة الأمل؟ لا ما تقولها، دخيلك ما تقولها، بس قل لي إنه ابني منيح، بس قولوا لي إنه ابني ما بو شي دخيلكم، دخيلك أنت يا ربي يا ربي. مين أهلك؟ بشرفك قل لهم بقي هون بلا ما تسوق بهالليل يا زلمة. أختها. أختها لمين؟ رولا أختها لميرا. رد 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 شوفوا بقى. رد؟ دوك يلا رد على السريع عم بتسكر، وشو ما صار عم حالك آخر همك، فهمت؟ إيه رولا كيفك شربل؟ والله تمام كتير منيح. أنت وين؟ وليه السؤال يعني؟ لا بس هيك عم بسأل. ما فهمت، هل عم دقيلي آخر الليل لتسأليني أنا وين؟ لولا؟ لولا أنت عم تبكي شي؟ مين عملت حادث؟ حادث؟ هي بالمستشفى ما عم تسأل إلا عنك، ما عم تقول إلا اسمك، بتغيب وبتفي وعم تسأل عنك يا شرفل. حادث شو؟ وين هي هلأ؟ منيحة؟ شو بها؟ بها شي؟ رولا؟ شربل شربل قوم انا بسوق. خلص تركني ما بنشي هلا، وقت انا اوصل بحكيك. شربل ما راح خليك تسوق انت وهيك، قوم انا بدي سوق. طيب اوكي خلصني، بس يلا بشرفك يلا. ليلى وين جاي؟ بدي روح معكم، ما بديك تسرع. حياتي ما راح اسرع، جاي على البيت. مش شو بيك؟ قلت لك بدي روح معكم. لك يلا بقى، يا اطلع بالسيارة يا اعطيني المفتاح، شو بيك؟ لا تتصلي فيه، غلطتي غلطة كبيرة. ليش؟ بس إيه بتحبه وما سألت إلا عنه؟ ولو كانت مع رجال غيره بالسيارة وصار الحادث، كانت مع صاحبها وعم يوصلها على البيت. شو بعمل؟ برجع بحكي وبقول له ما يجي؟ هلأ خلص، لو شو ما قلتي له رح يجي. ما بعرف، قولي لي شو بعمل؟ بقول له هي طلبت إنه ما يجي، بس قولي لي شو بدي أعمل؟ هلا ما بقى فيكي تعملي شيء، قلت لك ما تتسرع وتتصلي، قلت لك. ماش تسوق عم اهلك. ليال ما تبلشي، او خليكي بالبيت. صف على جنب. شو صف على جنب يعني؟ عم طلع نفسي، حاسه بدي استفرغ. حبلي انا. قلت لي خليكي بالبيت الا ما بدك تحشي حالك بكل شيء. وقفلي على جنب.
مين اختها؟ اهلي. رد عليهم، رد عليهم، استعوقوك. حرام بكون مشغول بينهم هلا. قل لهم شو صاير. الو؟ هيدا قد ما صليت ودعيت عليها. ايه، على اساس ربنا ناطرك لتدعي ويحقق لك دعواتك الشيطانيه. واللي عملته هي مش شيطانه؟ حرام عليكي، البنت بالمستشفى بين الموت والحياه، ما في بقلبك رحمه؟ مش لازم نوقف شوي مع اهلها لروجاه؟ شو بدنا نوقف نعمل معهم يعني؟ ما بعرف، نحكي أمه نخفف عنا. لهلأ سلام ما سلموا علينا، مثل كأنه أختي اللي كانت سايقة وعملت الحادث فيه. ما تحكي لا تحكي رولا، الله يخليكي. يا حول بيه عرض يدفع كل مصاريف المستشفى. لا تخيلي، هو مش دافع يعني، مش كأنه ابنه يلي كان سايق. وطي صوتك رولا، الله يساعدهم. شو جايب مصيبتنا لمصيبتهم؟ الزلمة مخطر. هدي أمي، خديها بحبي، ما بتنيمك، بتزبط لك ضغطك. يلا طيب، شوف إذا بتقنع. عادل، شوف أهل البنت إذا بحاجة لشي. أنت معك ضغط، خذي هالحبة بتساعدك. ما رح أخذها. إنه شيء يعني بيصير، شو بيصير؟ موت؟ في لزوم تسكر لي تمي، بختفي وبختفي حسي. مش داعي لهالكلام هلا، كنت معصب، لا عرفت حالي شو حكيت ولا عرفت حالي شو تصرفت. مسكي، ما بدي شيء، ما بدي من حدا شيء. بعدكم بس يقوم ابني بالسليم، مريحتكم مني كلكم كلكم كلكم، خلاص ما بدي. يعني كنا بنتمنى انه نلتقى بمناسبة افضل من هيك. ان شاء الله يا رب يقوموا بالسلامة وتجمعنا بالمستقبل مناسبات حلوة وسعيدة. يا رب. ما بعد الا اليوم بدي اشوفها. شو عم يعمل هيدا هون؟ مين قال له؟ كيف اجا؟ وينه؟ انا قلت له، لانه اختي هيك بدها، وانت اكثر وحده بتعرفي انه ميرا هيك بدها. ما سألت إلا عنه، ما قالت إلا اسمه. أنت وأنا كنا حدا ماما، ما اهتمت، ما سألت إلا عن شربل. بدها شربل، وين شربل؟ طيب بالإذن. حلفت إنه حالتها مش خطرة. وين هلأ؟ كيف صار الحادث؟ خبريه كيف صار الحادث. لحقته بدك تنقلي الخبريه، نقليها كامله. خبريه انه كانت سهرانه مع حبيبها وهو عم بيوصلها على البيت في كميون. امي لك شو امي؟ شو انا عم الف حكي؟ مش هيك صار الحادث؟ مش كانت سهرانه هي وحبيبها وبالرجعه صار معهم الحادث هيدا؟ مش هن جوا بغرفه العمليات؟ وهيدول مش اهله للشاب يلي بده اياها؟ شو عم ألف حكي أنا؟ احكي. ما عم بيرد. راح يشوفها. مين قال لك؟ هو. وليش ما قلت لي؟ ليش بدي اقول لك؟ لتدعي عليها اكثر؟ لا، بعمل مثلك وبضوي لها شمعة. انت
مش المرة اللي حبيتها، اللي حبيتها ما كانت هيك حقودي. لشو التلفي متخبره؟ شو مجذوبة هاي؟ بدي افهم مجذوبة. روحي روحي وراها خليها ترجع. حجر قدت لي وراها. خلص روقي طنط ما تعصبي. لك حالي قادر احكي؟ تعصب ها؟ شو بيسم البدن؟ عادل شو؟ البنت مخطوبة؟ يبدو هيك. شو كانت عم تعمل مع خيك؟ ما بعرف بي شو وقت ولا في حدا من اهل الورجيه موجود هون؟ شو صار؟ حدا منكم فئة دمه قول كتيف؟ بدي قول كتيف هلا. دخيلك يا امي دخيلك يا امي، شوف شو بدكم تعملوا، دبروا له دم لخيك. روقي روقي، شو صار؟ شو صار؟ عم يخسر دم كثير وما في من فئته لا ببنك الدم ولا عند الصليب الاحمر. دخيلكم عملوا شيء؟ دخيلكم دبروا له دم؟ دخيلكم؟ ما في فئة غرقوا ولا شيء، بس قول كتيف. دخيلكم دخيلكم عملوا شيء؟ دخيلكم حدا منكم يدبر له دم لابن داخلكم؟ ضروري تكون في الدم او نيجاتيف. دخيلكم دبروا له، دخيلكم خلصوا، دخيلكم. الو الو شوي شربل. ماشي ناطورة مصير شربل. اسمعني، ما في اوضح منك، ما في اوسخ من اختك. بدي الساعة 2 الصبح لتخبريني انه عامله حادث. بدي انا حدا بالمستشفى دهور على واحد بالسيارة عم تعشق معه بخلال. بدي انا حدا ما بتحبه، بتحبك انت، بتموت فيك. انت عم تستهبليني او شو؟ قدي انا بتشوفه وبتظهر معه؟ كنت معي معه بنفس الوقت. ايه هل قد اختك رخيصة؟ كنت معي عم بتخوني مع واحد تاني. معك حق، رخيصة حيوانة مجذوبة واللي بدك إياه، بس بتحبك. حقك تكرهها وتزلها بحياتك، ما تسمحها، بس أنا عم أقلك إنها بتحبك. من امبارح بتغيب وبتفيق وما بتسأل إلا عنك. شربل، أمها واللي حواليها قلن أكتر من سنة بيلعبوا لها بعقلاتها وبيجربوا يقنعوها تبيع قلبها وتفكر بمصلحتها. أمها واللي حواليها عم يلعبوا لها بعقلاتها؟ وهي شو عملت؟ نفذتهم رغبتهم وباعت حالها؟ مش بس بعت حالها، بعتني. عم برري قد ايه رخيصة. ايه عم برري وسخها بوسخ اكتر. شربل، انا بحياتي ما اتدخل بيناتكن وانت بتعرف، بس بحبك وبحبها للمجذوبة. بحبكن سوا، ما بتخيلكن الا سوا. وانا كمان ما كنت متخيلنا الا سوا، طلعت عم بتخيل. طلع حبنا كله خيال بخيال. اختك اللي نهيتها بعت حالها وبعتني، كانت عم بتخونني، كنت معي عم بتخوني مع واحد تاني. مش مزبوط، ما خانتك. لما فسخته الخطبة ما كانت بعد معه، بس كنت بتعرفه أصلاً. هي هلأ لحظة لحظة, لحظة 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 فسخته الخطبة؟ حبيبتي أختك اللي فسختها مش أنا، بدون ما تعطيني خبر هيك، بدون سبب، بدون تبرير. شو بقى تبرر وتقول أصلاً؟ عم بركب لك قرون؟ رجعي عم ينزف، بده دم هلأ وإلا بيروح، بده أو نيجاتيف، والمشكلة محرم نعرفه أو نيجاتيف. الله يخليكم، اتصلوا بمعارفكم، قرايبينكم، اتصلوا بحيالله حدا بما بعرف مين، الله يخليكم، أمنوا له دم، خي عم بيموت. طيب، شو الفئة اللي فيها تعطيه غير الأو نيجاتيف؟ ولا شيء، ولا فئة تانية، بس أو نيجاتيف، ولا شيء تاني. جربي الله يخليك. أنا أو نيجاتيف؟ بالقهر وبتبتسم عالجروح،
مرات بيصير العمر غبرة عمر مشلوح، مرات بتخبي القهر وبتبتسم عالجروح، مرات بيصير العمر غبرة عمر مشلوح، بتحس في خيط انقطع والقاخ فيك بتنزرع، بصير من جوا الوجع ساكن معك بالروح. حدا يفهم عليك، بدك حدا يقلك تعا، حتى الدمعة عليك إلها صدى وبتسمع، بدك حدا يفهم عليك، بدك حدا يقلك تعا، حتى الدمعة بعينيك إلها صدى وبتسمع. بتحس في خيط انقطع والآخ فيك بتنزرع، بصير من جوا الوجع ساكن معك بالروح.